واروح لمنطقه تانية والموقف تاني كان صعب جدا وقاسي حصل لك يمكن الفتره اللي فاتت، وهي اصابتك بفيروس كورونا، والحمد لله شفاك منه يعني. احكي لنا حصل ازاي. او انا عملت حركه مش لطيفه صراحه. انا خلصت التصوير بقى وقعدت كده. ما جالكش في التصوير يعني؟ لا لا لا، اوكي. قعدت كام يوم كده بعد التصوير. انت كنت في التصوير؟ لا خلص، لا كنت لسه مخلص تصوير، لسه مخلص يعني في نفس الفتره بعد رمضان مثلا بحوالي كام يوم يعني. مش كتير. فكان بقى صحفيين وناس كلهم صحابي واعرفهم، فعيب بقى لما حاجه يعني الناس بدات تشوفني اتدك على اصحابي يعني اعرفهم. في بيني وبينهم سلام يعني، ليا ود عندهم، فعايزين يجوا لي. فقلت لهم طب خلاص اتجمعوا كلكم في يوم وتعالوا المكتب. عايزين يقول لك يعملوا لقاءات. فجمعتهم كلهم في يوم وجوا لي المكتب. في حد كان مصاب. هو ده اللي نقل، هو ده اللي قتل. هو غالبا عدا كل الناس او عدا جزء كبير جدا. لا من الناس، لا هو اربعه مثلا، احنا كنا كتير جدا. كانوا كتير جدا. عملت ايه يعني؟ ابتديت احس ايه بايه الاعراض؟ هو الاول كان في مغص جامد جدا. انا إيه؟ فاكر مغص بطن وجعي. انا فاكر القولون يعني. ده بقى عرض مشترك على فكره بين كتير من الناس، ما كانش موجود قبل كده. حاجات بقت كتير قوي. المغص ده بقى مرتبط بحاجات كتير، مرتبط بجلطه دلوقتي يعني. صحيح. وبدا بقى صداع جامد. فبكلم انا اخويا الكبير يعني، فبيكلمني فبقول له ده انا حاسس بكذا. قال لي يا ابني ده ممكن يكون كورونا. طب هبعت لك حد يعمل لك تحليل. فجات التحاليل، لقيت التحاليل طبعا متلخبطه جدا. انا ما بفهمش على فكره الحاجات دي يعني، ما بحبش اعمل تشيك اب خالص. مش مهتم اللي عندي. عندي مش عايز، مش عايز اعرف اللي عندي. عندي بس عايز اعرف. انا بخاف من الحاجات دي. فعمل التحاليل فقال لي لا كده انت عندك مشكله، نعمل اشعه صدر. رحت عملت اشعه صدر، لقيت اثبتت فعلا اصابتك بالفيروس. عندي مشكله. عملت المسحه بقى وقعدت 15 يوم. مش هنقول بقى 15 يوم. قعدت لوحدي اول حوالي 4-5 ايام وتعبت قوي. فجوا لي صحابي بقى قعدوا معايا. وانت مصاب بالفيروس؟ اه والله. وما خافوش على نفسك؟ لا ما خافوش. لا والله، اقسم بالله والله. كم صاحب؟ اثنين. دول جدعان قوي قوي. واحد عمل لي طياره بقى وقعدت اطير وعيني عشت حياتي. بيسلوك يعني؟ بيسلوك. شفت بقى الجواز؟ شفت الجواز واهميته؟ لا بس الصحاب سدوا. انت هتجيب لي طياره؟ بس الصحاب سدوا. سدوا. طب بس انت قعدت 4 ايام لوحدك وبعدين بس انا كنت عايز اقعد لوحدي بقى. انا اللي عامل فيها يا راجل يعني. تعبت نفسيا ولا صحيا؟ ايه؟ تعبت نفسيا ولا صحيا؟ لا نفسيا طبعا يعني. انا لسه ناجح ولسه ما نزلتش الشارع حتى واحد سلم عليا قال لي ازيك. هموت. لا انت في حته تانية بقى. صح. انت رايح بقى خلاص، انت هتتحاسب، انت داخل على الحساب. انت كنت طب انا ما لحقتش. طب انا يعني. طب انت كنت تعبان يعني؟ صدرك كان تعبان؟ نفسك كان وسخنيه بقى لا يعني النفس كان كان شويه مش الاوفر بتاعي مش زي الناس يعني. يعني في ناس حصل لها التهابات جامده جدا. ده اللي بيسكت على نفسه يعني، بيحس ان هو تعبان وما بيلحقش نفسه بال لك يا عم ده عندي شويه برد. ده اللي بيزعل. انا بس عشان اخويا اللي قال لي لا لازم بقى احنا في ايام سوده فلازم تشوف الـ القصه دي. غير كده انا كان زماني. صح. طب واصحابك ما حدش فيهم اتعدى خالص ولا حد بيقول لا لا محافظين على نفسهم؟ مين كان بيطبخ لكم؟ عندي حد بيبعت لي اكل. حد حداد بقى. حداد بقى وسبتات بقى واطفافه. عيب بقى. ايوه قول لي كده. ثواب. قول لي كده. ده هيتجوز ليه يا ماما؟ هيعمل ايه في الحداد اللي عنده؟ لا لا عنده ايام الاسبوع كله. كان كله بيبعت الاكل يحطه على الباب ويمشي. بس كله يعني بيعمل لقطه. واللي ما يعرفنيش كمان، يعني حتى كانوا الجيران بيعملوا كده ما اعرفهمش. الجيران كانوا بيعملوا كده كل يوم. يحطوا الاكل والله قوي. ما يعرفنيش ولا عمري شفتهم ولا هم عرفوا ان انا ساكن جنبهم بس. ياه. هو بعتين لك بقى على اساس ان انت خلاص بقيت مشهور كتير. ومعروف. لا هو بصي هي قصه عندنا غير مشهور الناس بتحبني يعني. انا عندي حته كده دخلت جوه قلب الناس دي بتاعت ربنا خالص. انا يعني شفتها قريب. فهم الناس كانت بتحب مصطفى قوي. وطبعا فتحي يعني حسيت يعني. بايه وانت نجاحك بيتشكل وبيتولد وفي نفس الوقت بتصاب بالفيروس ده؟ ما لحقتش. ما لحقش يتهنى يا حرام. انا طب انزل امشي في مول حتى حد يقول لي انا شفتك. عارفه اللي طب يا مصطفى يعني وانت هموت هتجنن. هو انت قبل رمضان ده بقالك 10 سنين بتمثل، ما كانش الناس بتعرفك في الشارع؟ لا بتعرفني. بس يمكن ما يعرفوش اسمي. لا ما اعرفش اسمي مثلا. بيشبهوا. انت الممثل صح؟ انت اللي عملت بتاع ابو جبل مثلا. انت بتاع الاعلى سهر صح؟ لكن ما حدش يعرف اسمك. لا مش يعني لما حد بيقول اسمي مصطفى دي ببقى مش عايز، هو عايز اديله فلوس. انما دلوقتي لا.
دلوقتي بقى لا حاجه ثانيه خالص يعني. طب وازمه كورونا ما حسستكش ان انت انا لوحدي على فكره يعني كان لازم يبقى في حد معايا هيعمل ايه؟ ما حسش واضح انه هو هيعزل نفسه هو كمان حسش قوي برضه هيعمل لها حاجه ما شاء الله ايه الرد ده؟ هيعمل ايه؟ دي ده جايز مامتها تقول لها تعالي يا بنت عندي سيبك خليه هو قاعد عازل نفسه طب ده طبيعي يعني لا على فكره ده في واحد قفل على امه الباب ونزل ايوه بس ده مش دي استثناءات يعني احنا ما ينفعش نشوف الجاحدين الاستثناء ده عندنا يعني انت ما احسنتش ما هو ربنا عالم بقى عمر العزوبيه ما حسستك بالوحده انا لوحدي بحبها اصلا ياه بحب الوحده انا عندي عم ما اتجوزش بحب اسافر كده و... عندي عم ما اتجوزش بناء على ارادته الشخصيه وحريه تامه بحب اسافر يعني. لوحدي وعمره ما ندم النهارده عنده حاجه و70 سنه عمره ما ندم طبعا عمي العاش في كندا